استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في قصر بيان العامر صباح اليوم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والوفد المرافق له، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقد أشاد معاليه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. حضر اللقاء سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر.